شيخ، بناخدك يا شيخ والله. نختم الاخبار الاقتصاديه باخبار البورصه وهي تكتسي باللون الاحمر. يعني مش عارف الزملاء بيجيبون الاخبار دي ليه، وايه الجديد يا جماعه؟ ما هي هي من امتى لبست اخضر؟ ما هي لابسه احمر على طول. لا احمر وختام وخساير ومش عارف. يا عمي صلي على رسول الله صلى الله عليه. يا سادي البورصه، عرفنا ان البورصه هي مؤشر الاقتصاد وهي طول عمرها حمراء وبتاع. يعني ما تدقش يا راجل، خلينا في مشاكل الناس اهم. اصل البورصه دي للي معاه فلوس، واللي معاه فلوس ده، مع انه والله مش يعني الناس فاهمه غلط بقى. البورصه طبعا في يعني اباطره البورصه والعتاوله دول اللي فوق، لكن في ناس غريبه جدا والله. كان يبقى مثلا معاه 20,000 جنيه يقول لك اروح اعملهم في البورصه. يا ابني يا حبيبي يقول لك اسكت، على 20,000 دول في سنه لو مش عارف عملت ايه يبقوا 200,000، وال 200,000 بعد سنتين يبقوا 2 مليون. في ناس بتمشي معاهم فعلا، يعني في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيبقى شاطر ودارس الحكايه كويس فتلاقيه نط. زمان انا بتكلم على زمان، ايام ما كانت في بورصه وفي حركه وبتاع. دلوقتي يعني اللي عايز يحط فلوسه في البورصه ده يعني ربنا معاه. خلينا بقى ايه نروح لهموم الناس. حادثه الحقيقه انا هاخدها من المنظور اللطيف، يعني لانها يعني تعطي ظلال كئيبه، وانا مش محتاج كئابه النهارده، حلقه اخر الاسبوع وبتاع، وعايزين نفك واخد لي اجازه يومين بقى اشم نفسي ما اتعبش فيهم ولا حاجه. فناخدها بحاجه لطيفه كده. لا الجزار بيذبح لحم حمير، وايه المشكله يعني؟ يعني دي حاجه مثلا اول مره تحصل في مصر؟ عادي جدا، جزار في شبرا الخيمه لقوه يا عم بيذبح حمير. بس هو الجبروت انه هو كان بيبيع اللحمه ب 140. ده مش ذكي، هوريكم الفيديو بس وارجع اقول لك ده مش ذكي ليه. اسمه حسين محمد، من هذا المخزن ده بحط فيه لحم الحمير. انت ايش عارفك ان لحم حمير؟ انت جزار بقالك قد ايه؟ ولا صغير ولا جزار، ده لحم حمير، ده لحم حمير والله العظيم لحم حمير، وبيبيع ب 140 جنيه لحم حمير. اقعد بلاش فيها انت يا حسين. والله بتاعت الحمار ايه؟ انا ضبط الحمار ايه؟ اه سلامة تمام. والله دي بص عليها مش حمار. حمار يا عم سلامة، برضك ما تبعتش قبل كده. الحكومة فين؟ الحكومة فين؟ قالنا صعب نتكلم على الحكومة، قالنا صعب نرن عليهم هنموتهم. يا عم عادي يا عم، أقول لكم بقى الراجل مش ذكي في إيه. أنا خايف والله أبقى شرير والناس تاخد مني المعلومات. أنت لا تثير ريبة الزبون. يعني الاخ اللي كان بيبيع الفرخه ب 20 جنيه لسه ام كريمه والله بعت لي رساله النهارده بتقول لي والله يا ابني انا نازله من ابني لقيت الراجل الفرارجي قدامه كل اللي فصل قدامه فراخ ميته، فبقول له دي ما قال لي دي نايمه يا حاجه. نايمه ايه؟ فقرفانه تاكل يعني الفراخ من ساعتها. الراجل اللي كان بيبيع فراخ ب 20 ليره ده، ب 20 جنيه اسف، احنا متعود على كلمه الليره. ده غشيم. انت لا تثير ريبه الناس. انت تعامل عن بضاعتك كلاس ايه؟ كلاس ايه؟ بضاعة كلاس ايه؟ هتقلل في السعر، هتلفت نظر الناس، هتلفت نظر الناس وهتثير عداوة اللي بيشتغلوا معاك في نفس المهنة، فيبدأ يدور وراك. أنا شرير صح؟ أنا بقول لك نصيحة، بيع لحمة حمير بس خليك يعني هقول إيه بس؟ والله العظيم حاجة مؤلمة. المصريين ما بقاش يا جماعة يقف معاهم فكرة الجودة على الإطلاق. زي ما قلت لكم قبل كده، هي الست اللي راحت تشتري فرخة ب 20 جنيه دي مش عارفة إنها ميتة؟ دي عارفة ومتأكدة وقاري عليها مصحف وفاتحة، بس هتعمل إيه؟ هتجيها يعني عارف أنت اللي هو هتطبخها العيال، العيال هيعرفوا حاجة، النهاردة فراخ يا ولاد أكلكم العيال إيه إيه وخلاص. فالراجل يعني المواطن البسيط هيجيب لحمه، هروح اجيب لحمه من 140 يا عم، اهي لحمه. حد هيعرف لحمه حمير ولا بتاع؟ لحمه يا اولاد جبت لكم لحمه النهارده، والعيال طبعا متنشئين يشموا فكره اللحم، فياكل لحم. زي ما شفت الجمله اللي قالها المواطن الاخير في الاخر ده، قال لك ايه؟ هي الحكومه فين؟
يا عم تصلي على رسول الله، احنا نكسب صلاه النبي كتير في الحلقه دي. يا راجل صلي على رسول الله، الحكومه واخده بالها حبيبي من حاجات تانيه، واخده بالها من اللي هيقول ارحل، اللي هيقول يسقط حكم العسكر، اللي هيقول ادعو عليه، واخده بالها الحاجات دي. لكن ياكل الناس ايه؟ المهم انه بياكل الناس، ياكلهم ميت، ياكلهم حمير. وبعدين احنا الحمد لله عندنا الدين بتاعنا فيه سماحه، كل المصريين الان يندرجوا تحت طائفه الا ما اضطررتم اليه. آه كله بقى، كل ميته، كل لحم حمير، كل اي حاجه، ما تبقاش دماغنا يا عم. ليك لطيف كده. شوف واحد من الاهالي بيقول ايه. اللي حصل انا كنت معدي لقيت في هيصه وفي زحمه وفي ناس مسيطرين على محل ومتأممين على اللي قاعدين فيه وبيقولوا ان هم بيبيعوا لحم حمير. فدخلت عشان ابص بنفسي في ايه يا جماعه، ايه اللي حصل؟ قال لك دي لحم حمير. فانا دخلت عشان اشوف ايه الدليل ان ده لحم حمير. طب ايه يا جماعه؟ لقيت في شوال كده مرمي على الارض وفي حاجات طالعه من الشوال، بواقي ذبايح يعني. فطبعا الجزارين اللي واقفين مسكوا فك كده، قال لي الفك ده يا شيخ عصام الفك ده بتاع حمار، مش ممكن يكون بتاع بهيمه. وهو كان في مخزن، مخزن في المخزن. المخزن انا دخلته بقى، انا السؤال ده كان قدام المخزن. انا دخلت المخزن جوه لقيت فيه ثلاجه وفيها لحوم ريحتها كريهه جدا جدا جدا، واضح ان هي لحمه مش مظبوطه، معلهاش الاختام بتاعت حسام. يا باشا ايه اللي حصل يا حسام؟ الراجل ده بقى 3 شهور يذبح حمير. والراجل اللي مسكه امبارح اللي هو عمي هو اللي مسكه. بقى مراقبه بقاله شهر، بقاله شهر مراقبه. والاخر ده واخد المخزن اللي هو هنا دوت. تمام. بيفتحوا الثلاجه لقوا جابوا مخ الحمار. وجابوا ودان الحمار وكيف فشت الحمار، وان في ناس فاهمه وقفوا قالوا اه دي حاجه حمار مش حاجه ده. حتى الناس اللي بتاخد منه احنا بنزل كلام على النت اهوت ان هم كانوا شاكين. يعني هو بيبيع لحم، هو بيبيع لحم حمير، مفيش لحم 140 جنيه ده حسام يا باشا. ايه العظمة؟ يعني معلش معلش هقول ايه؟ لا املك الا انه معلش.